المملكة بالشيخ. انتقل بكم الى اذاعة خارجية الى المنوفية، بلد الحصامات وبلد الرؤساء، من منوفية السفير النوايا الحسنة محمود باش حتى بسيوني، ومن الشركة المنظمة المهرجان الليلة العميد صلاح طايل، الريس محمد طايل، الاستاذ ابراهيم عبد اللطيف، النجم ايمن رشدي. ينتقل بكم الاعلامي محمد عوضه من شركات عياد للتصوير السينمائي، وزي عوضه بيقول بنات كتير ماشيين بالعكس وشباب بيرقص جوه التاكس، اللي قاعد وماسك محمول بيتكلم او يبعت فاكس. موعد ولقاء ولقاء العمالقه، موعد ولقاء ولقاء السحاب، نجم عمل بصمه في تاريخ الاغنيه الشعبيه. حضرتك لو بتحب ميسي، حضرتك لو بتحب محمد صلاح، حتى لو بتعشق رونالدو، يبقى لازم تسمع النجم الفنان حامد عبده. حامد عبده يا عبده، اصحى بقى وتحس معانا. الله اكبر عليكم. Thank you.
الله. الله يا عم جلال، الله. Say الله here. حبيبي يا رب يباركنا. تحية جميلة، تحية غالية لعريس النهاردة، وعرفت ربنا يكون عليك فرحة كتير. تحية جميلة لكل الأرض اللي احنا عليها، بلدنا المملكة العربية البنشوية، بنشي ورجالة بنشي، الأرض اللي احنا عليها. تحية جميلة لعريس النهاردة المحترم محمود شحاتة، ربنا يتم عليه الفرح الخير. تحية جميلة نجم المزيكا دكتور محمد أوشا. يا عيني أبو عادي. أنا علشان عيون الحبايب راح أقدم الواجب. عشان عيون الحبايب راح أقدم الواجب وأقول كلام بالأدب، أقول كلام بالأدب، أصل الأدب عشان الذهب غالي، أصل الكلام في الزمن ده يا صاحبي بقى من الأدب خالي. زمن الرجال يا أبو أحمد، زمن الرجال كان زمان أيام أبويا وأبوك، كان الكلام بالميزان وعلى الأدب ربوك. الوقت دي القشنة في الوش يغزل عين، قلت راجل جدع ينطق يدوب حرفين، ينعل ابو المرجله والدنيا والشنبات، بقى كل واحد في زمان له وشين. طب وحياه حبيبك النبي اللي موحد بالله وبيحب امه، يرفع ايده لفوق. الدنيا مش محتاجه